نظرا لتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبروتوكول الصحي للطلبة، بادر المكتب الولائي التنفيذي التجمع الطلبة الجزائريين الأحرار بجامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة بتوزيع 5000 كمامة على الطلبة أثناء الدخول الجامعي لسنة 2019-2020. وبالمناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر وكثير الامتنان للتنظيمات الطلابية وللأساتذة وللطلبة وللعمال والإداريين على التزامهم بالبروتوكول المفروض، ونتمنى أن يتعاون الجميع من أجل إنهاء الموسم الجامعي 2019-2020. مثل هذه المبادرات تنبئ عن حس جمعي مشترك من خلال مختلف أطياف الأسرة الجامعية لمساهمتهم في مواجهة هذا الوباء وكذلك لرفع التحدي لكسبرها الدراسي. وفي ظل جائحة فيروس كورونا تنظيم حملة توزيع كمامات حوالي 5000 كمامة مع وجود معقمات حيد وكشف وآلات كشف الحرارة، هذا كله في مصلحة الطلبة في خدمة الطالب ومن أجل منع انتشار الفيروس كورونا في الوسط الطلابي. الحمد لله، يعني كرجعنا نقراو مالغري هذا الشيء اللي راه صاري كامل تاع الوباء، يعني الله يرفع علينا وربي يرفع البلاء على كل البلاد ان شاء الله. بالنسبة نشكر المدن المارينا احد اعمال السياحه الحقيقيه.